السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. رجعت لكم فيديو جديد اخوان. هذا الفيديو ما كنت معول ندير والو والو، ما صورتش شي حاجه، ولكن وصلنا اخوان الصندوق اخوان هذا وصلني من عند كارينا، باين شي حاجه اللي ثقيله اخوان. يلا كنوصلني كما كتشوفوا، يلا شي جوج فيديوهات دابا باش نحشم. كان قبل منهم واحد فيديو وصلني صندوق من عند كارينا فري فاير، انا ما عرفتش شنو في هذا وما كنتش في خباري كاع يوصلني شي صندوق. وتقريبا دابا لحد الان انا اول يوتيوبر غنحط واقع هذا الفيديو. غنحلو دابا قدامكم عاوتاني ونشوفو شنو وصلنا. كملوا الفيديو. اخوان اول حاجه ها بعدا كيفاش تيتحل باش يبان لكم في الحومه، ها هو هذا هو الصندوق بعدا اخوان. اول حاجه كبير هذا داكشي ترزباني، غنديرها هكا ماشي نفس الحله تقريبا ديال داك الصندوق. اول صندوق كان جانا فيه الكاس واللعيبات، ها هو اخوان شوفوا السيل كيفاش يبان هكا. انا نشرح لكم نوريكم كل شيء بالتفاصيل يا اساطير. كل حاجة هذا وقع شي تصويرة بلاش نشوفها. هذا اخوان ديال لاصال، لعيبة لاصال فري فاير كدا. بالنسبة لي انا كنتريني ناضي شي حاجة البرطوانية. تاني حاجة معرفتش ليلاش هادي شي حاجة ديال ايكون ديال كريستيانو واقيلا. اخوان انا مازال ما فهمت والو من هذا الشيء. ها هو وصلني هادي، عاد نشوفهم دابا شنو هما بلاتي ندير لكم. ها هو اللعيبه هي راه ما فهمتش شنو هي شي لصقه انا نعرفوها ديالاش. وهذا اخوان كما كتشوفوا ديال فري فاير، انا شكيت في الحاجه ديال الضوء اذا وتوشي تما اخوان الشارج داكشي. انا شكيت شي شخصيه بحال شي شخصيه تتقط تضوا اللعيبه نفرح نقلب هادشي كامل اخوان ونشوفوا الديكور ديالو شنو هو. كاين اخوان كيسان ديكور، كاين كريس كريستي محمد رمضان كما كتشوفوا بلاتي نجبدو باش ما يطيحوش وعاد نصورهم ليه. انتم كما كتشوفوا اخوان كلا ندير لكم، ها هو كلا اخوان ومحمد محمد رمضان، وهنا بويا وهنا فري فاير فري فاير. صافي هاد اللعيبات تيبقاو هادو ديال الشارج تقريبا هادو ما تيكونوش عندنا قليل اللي كيكون في المغرب تتخشي بداك البريز ديالو. وكاين حتى ديالنا احنا نشوفو نقلبو على هادشي شنو هو، نشوفو كيفاش هادشي تيتركب اخوان ونرجعو ليكم. اخوان القضيه مكعكعه ديال بصح اخوان، ما فهمتش ليهم بزاف ما فهمتش كاع، عييت راه الله اكبر عييت ما نقلب في الوراق، راه عرفتي شحال من ورقه عاطيني هنا باش نقلب عليها، راه شي واحد الورقه قداش راه عرفتي حليتها شو قداش راه واخا نكون واخا نكون نمشي المعطفين عرفت فين نقلب عليها. هذا يا اخوان بعد ديك التصويره اللي قلت لكم كانت واحد التصويره، ها شنو فيها هي هادي داكشي ديال محمد رمضان. اما هاد اللعيبه اخوان على ما اللي فهمت اللي فهمت اخوان كانه هو في متنقل، فهمت هادشي اللي فهمت لحد الان اخوان. ها نتوما ما عرفتوش يبان لكم مزيان هو هكا وكيتخشى كدا ناضي يعني فهمت لي بديت تنفهم لي شويه، غير هو فيهم البريزات اخوان ديال برا اللي ما عندناش في المغرب وقليل اللي عنده، هما هاد البريزات اللي تيكونوا هكا وتتجي وتتخشيها هكا الشعر
هاد السنان القليل اللي عندنا في المغرب هادو، وكاينين وحدين ديال المغرب اللي عندنا حنا ولكن خشيتهم في هاد البيضه، حيدتهم من هاد الكحله وخشيتهم في هادي، ولكن كاينين وحدين اخرين ديال البيضه ولكن ديال برا ماشي اللي عندنا هنا. يعني خصني نقلب ليها على وحده بحال هاد المغرب والطفوك بحال هاد المغرب باش ندخلها يلا باش نخدمهم، حيت خاصهم هادو يخدموا بجوج. هادي كتشعل بالضو ولكن لا علاقه تربطها بهادي، حيت ندخلها اخوان في ابليكاسيون. ها هي انا نشرح لكم، ها انتم اخوان في ابليكاسيون تتقلب عليها، هي وياها شي هاي تتقلب وما تطلعش لها، فهمت؟ يعني خاصني نفهم لها قضيه معقده من الصباح اخوان، وانا تنقلب عليها. الا بغيتو تعرفوا شنو هي اخوان دخلوا عندي الانستغرام، تلقاوه تحت في صندوق الوصف. اي حاجه عرفت عليها تلقاوها في ستوريات اخوان، يعني دخلوا الانستغرام ستوريات كاملين تلقاوهم غير عليها ندوي عليها شي حاجه اللي زرزباني. وهذا يا اخوان انا كنكسحبني ديك ديال لاصاله اخوان، الماء كتبقى تمشي تتريني تدير باق تشرب من الماء، ولكن لقيتها اخوان بحال كنقولوا لها طرموسه اخوان، هي هذيك تتسخن داك الشيء كما كتشوفوا. ناضيه هي زرزبانيه تقريبا، عجبتني هذا اخوان بالرجوله شي حاجه زرزبانيه. وكانت هذه هي الحلقه، الى عجبتك الحلقه ما تنساش دير لايك، تابونا معنا في القناه، بارطاجي الفيديو، كان من دلتا، تهلاو.